سيدات مصر بيتقدموا الصفوف في كل الأحداث، وللأسف بيتم الاعتداء عليهم بشكل حقير. المشهد اللي هنبدأ بيه النهاردة من إضراب عمال الشركة المصرية للأدوية إيبيكو، الشركة الحكومية. العمال أعلنوا فيها الإضراب عن العمل احتجاجا على تدني الرواتب، رواتبهم التي أصبحت لا تكفيهم مش للحياة، للتنفس في مصر. الرواتب لا يتم زيادتها زيادات قانونية حتى. العمال أعلنوا عن إضراب داخل مصنعهم بالعاشر من رمضان. مش هقول لك معلومة جديدة لما اقول لك انه من بعد الانقلاب في جو الرعب والتخويف اللي انت فاهمه، ودولة الرعب. دولة الرعب دي كمان بتمارس في مشهد ما بيظهرش للعلن على كل المؤسسات والعمال اللي في كل المصانع والشركات، انه محدش يعمل اضرابات ومحدش يعمل وقفات والبلد لا بلا بلا بلا. تحت ضغط إفقار المصريين اللي حصل في مجالات واسعة، وانهيار المستوى المعيشي لملايين في هذه البلاد نتيجة الانقلاب العسكري، فالنهاردة تقدر تقول انه وتيرة الإضرابات والاعتصامات في زيادة، محدش يقدر ينكر ده، وهتزداد أكتر وأكتر، لأن الألم كل يوم بيزيد أكتر وأكتر. العمال في شركة الأدوية إيبيكو أعلنوا الإضراب عن العمل احتجاجاً على الأوضاع السيئة اللي بيعيشوها سيدات العاملات. تظاهروا داخل المصنع بالعاشر من رمضان للمطالبة بالحقوق والمطالبة برحيل رئيس الشركة. وكالعادة في مصر مع أي مظاهرة الناس بتطالب فيها بحقها نبعت لهم الداخلية، ودار هذا الحوار الإنساني مع واحد من ضباط الداخلية. منتهى الذل والمسكنة. شوف الناس غلابة قد ايه في بلدي، شوف الستات غلابة قد ايه، شوف الناس بتتعامل ازاي زي العبيد. انتوا زي اخوات، بس خدوا بالكم العسكري لما يجيله الامر بينفذ من غير ما يفكر. ما احنا بنختارهم كده ليه؟ رجالة ستات ما بيفرقش هينفذ. فرغم المسكنة ورغم الغلب اللي فيه الناس والستات خصوصا، لكن الكلام استفزهم. الستات رفضت تمشي وأصروا انهم يقفوا وما يمشوش.
كنت اخواتي، بس العساكر ما بيتفهموش، احنا بنختارهم ما بيفهموش، ياخدوا الاوردر ينفذوا. فالغلابه ما مشيوش. اصل يعني كميه الذل اللي بقوا فيه والفلوس اللي ما بتسويش حاجه خلت يبقوا على ايه؟ ففضلوا ورفضوا التهديد المبطن اللي بيعمله سياده الباشا. فحدثت الاعتداءات للاسف على السيدات المشاركات في المظاهرات. ما انت عرفت بقى العساكر ما بيفهموش. الستات اللي تعرضوا للاعتداء رفضوا ان الامن يقبض على الرجالة المشاركين في الاضراب. شوف هذا المشهد، كيف دافعت السيدات عن الرجالة زمايلهم اللي واقفين في الاضراب معاه. لازم تعترف انه الصهاينة عندهم نظرة مستقبلية. ايه النظرة المستقبلية؟ ايه اللي جاب الكلام ده؟ وهي كانت العاصمة الادارية ليه؟ عشان كل يوم سيصبح هذا الحال في عموم البلاد يزداد ويستفحل. فاحنا عارفين المشهد من بدري قوي، او اللي مشغلنا عارفينه من بدري قوي. فكانت عاصمة ذات أسوار منيعة. للأسف في مصر مفيش مكان إلا للعنف، لا مكان لأي حوار. هتمشوا لنسحقكم،
هتجينا الأوامر ندوس عليكم وهندوس. المشاهد دي تعبر عن وضع بلدي دلوقتي. الستات وصلوا لمرحلة وتحدثوا بحديث يرتقي والعياذ بالله إلى الفجور والخروج من ملة المصرية قدام الأمن. فجأة قال لك الجيش فين؟ فالأمن قام عمل كده. تعالوا نسمع رسالة الست دي اللي وجهت هذه الكلمات بعد الاعتداء عليهم بهذه الطريقة الحقيرة والمهينة وبعد ما قبضوا على عدد من اللي شاركوا في التظاهرات. دي شرطة بلدنا اللي بتحمينا يا جماعة. ده منظرنا واحنا مش راضيين قدام الشركة. ده منظرنا كده واحنا مش راضيين بنطالب بحقنا قدام الشركة. ده اللي بيحصل لنا يا جماعة. ده اللي بيحصل فينا اهو. ده اللي بيحصل فينا غير زمايلنا اللي اتاخدوا. غير زمايلنا اللي اتاخدوا الولاد اللي اتاخدوا. الضباط اللي نازلين في وسطنا نازلين بلبس مدني عشان يضربوا فينا ويبهدلونا براحتهم. بيضربوا حريم. شرطة البلد بتضرب حريم يا رجالة. الرجالة بتوع بلدنا اللي بيحمونا. لو ما مشيناش هننضرب برصاص حي. لو ما مشيناش هننضرب برصاص حي. ده اللي بتعلينا. هو ده اللي بتعلينا دلوقتي. ده اللي بتعلينا. طبعا عدد كبير مننا اتاخد. طبعا عدد كبير مننا اتاخد وشبابنا اتاخدوا في اتوبيسات عاديه. ماشي؟ ده كل اللي بيحصل لنا دلوقتي.
ده العدد اللي باقي مننا يا جماعة. كلنا حريم وكلنا شغالين هنا بقالنا 10 سنين و25 سنة ومش عايزين يدونا حقنا. ده اللي بيحصل لنا يا جماعة. ده اللي بيحصل لنا يا جماعة. ده اللي بيحصل لنا. شوفوا الشرطة أكتر مننا دلوقتي. الشرطة والمدرعات أكتر مننا دلوقتي. ده اللي بيحصل لنا أهو عشان طالبنا بحقنا. معظمنا حريم، الرجالة اتاخدت من وسطنا واتاخدت من بيوتها بالليل.